أهلا بكم. جاءت فكرة الانتخابات المبكرة في العراق إبان الثورة الشعبية التي تفجرت في تشرين أول من العام 2019 في محاولة من قوى السلطة لتخفيف حالة الاحتقان والانفجار الشعبي التي بلغت حدود المطالبة بإسقاط النظام السياسي الطائفي برمته. تفجرت التساؤلات لاحقا عن مدى إمكانية أن تسهم الانتخابات المبكرة في تحقيق الإصلاح السياسي الذي تعد به قوى العملية السياسية منذ نحو 18 عاما في ظل استمرار نفوذ الميليشيات والاستخفاف بمطالب ثورة تشرين التي قدمت نحو 1000 شهيد وآلاف الجرح وآلاف الجرحى والمغيبين والمخطوفين. وعلى رأس هذه الوعود طبعا هو محاسبة قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة فقط وحل الميليشيات وفرق الموت الخاصة وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب وملفات الخدمات الأساسية والبطالة وغيرها، وهو ما يفسر طبعا حالة العزوف الشعب الكبير عن المشاركة في الانتخابات وعدم الرهان والتعويل عليها في أي شيء قد يغير من واقع المجتمع العراقي. وعود شركاء العملية السياسية في المواسم الانتخابية العابرة بالإصلاح والتنمية والإعمار والازدهار الاقتصادي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تلجأ قوى العملية السياسية جميعا إلى تقديم الوعود الوهمية الزائفة إلى العراقيين قبيل كل انتخابات برلمانية؟ ألا تخجل هذه القوى التي تحكم العراق منذ 18 عاما من إلقاء مسؤولية فشلها وفسادها وتخريبها البلد على فكرة التآمر الخارجي؟ ألم تتوفر لهذه القوى الطائفية الأموال الطائلة الكافية لجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة والمحترمة؟ وهل يمكن لهذه الانتخابات المبكرة إصلاح ما أفسدته الانتخابات السابقة وبرلماناتها وحكوماتها المتعاقبة؟ ألا تفسر حالة خيبة الأمل الكبرى عند الرأي العام العراقي من أداء قوى العملية السياسية مزاج المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية الجديدة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ظافر الشمري، ثامر العلواني. 18 عاما ولم يتركوا مدينة إلا وجعلوها عرضة للخراب والدمار، ولم تقع أعينهم على ثروة إلا ونهبوها، ليتركوا البلاد غارقة بالفساد تعاني انهيارا لم يسبق له مثيل. ثم إذا حان وقت الانتخابات يبدأون بالاستجداء الرخيص للشعب ويعيدون إطلاق وعود وهمية، وفي كل مرة يبررون فشلهم وخيبة حكمهم بمبررات يراها العراقيون أعذارا أقبح من الفشل السياسي. خطاب هادي العامري لأهالي ميسان أوضح صورة على استمرار خط الفشل السياسي والانفصال عن الواقع والرقص على الأوتار الطائفية في زمن عراق ثورة تشرين، عراق الوعي الشعبي بالانحطاط السياسي المتراكم منذ عام 2003. لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمة لهذه المحافظات، لأننا أتباع الحسين، مثل ما حرم علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا لا أدعي أنا إلى تراب قدم علي لم نأتي، ولكن لم يسمحوا لأمير المؤمنين وجعلوها حربا ضروسة ضد أمير المؤمنين، وكل خلافة أمير المؤمنين من حرب إلى حرب. كذلك لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات. حال العامري حال أقطاب العملية السياسية، يفسر الفشل بالمؤامرة ويسند الفساد والاختلاس إلى إرادة خارجية، ولكن ماذا عن مليارات الدولارات المنهوبة وعشرات الصفقات الفاسدة وآلاف المشاريع المعطلة؟ وهل تصلح الانتخابات ما أفسدته أيدي مهندسيها على مدار عقدين من الزمن؟ كثيرون من مروجي دعايات الأحزاب الانتخابية لجأوا إلى الورقة الطائفية عندما لم يجدوا أي أجوبة عن الفساد والفشل الإداري، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على خوفهم من تنامي المشاعر الوطنية المتسامية على الطائفية عند العراقيين، فبدأوا يحاولون إشعال نار الطائفية من جديد، لكن المشاعر الوطنية الشعبية لم تعد تراعي في مصلحة العراق قومية أو طائفية،
وإنما تبحث عن منظومة سياسية نزيهة تعمل لإعادة الكرامة المهدورة للشعب العراقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الوعود الكبيرة قبيل الانتخابات التي تقدمها أو يقدمها شركاء العملية السياسية في المواسم الدعائية أو الانتخابية العابرة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من مدينة سيدني في استراليا عبر سكايب الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وأيضا الدكتور ثامر العلواني سيكون معنا من عمان عبر سكايب. ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله دكتور. وعود كبيرة جدا، أهلا وسهلا أستاذ ظافر. وعود كبيرة جدا الآن يسمعها الرأي العام في العراق من كل شركاء العملية السياسية، وعود كبيرة بالازدهار الاقتصادي، بالتنمية، بالسكن، بالخدمات. والحقيقة هناك حتى استرخاص في وعود، من يريد أن يتزوج نقدم له غرفة أخشاب، من يريد سيارته تايرات يعني قديمة احنا نجيب له تايرات. يعني هناك من يقول أن هذه الانتخابات الحقيقة مختلفة ليست كسابقاتها، وبالتالي ما يؤمل من منجز سيكون مختلف عن السابقات. طبعا هذا ما يقوله يعني أنصار العملية السياسية، أنصار الانتخابات. الانتخابات مختلفة، ما يؤمل أو ما سينجز أيضا مختلف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني في كل العلوم عندما يقولون وهكذا هو الواقع، عندما تكون الأدوات ثابتة، عندما تكون يعني الإطار ثابت، فأنت يحق لك القياس على هذا الإطار إذا لم يتغير. في نظر إلى العملية السياسية، نظر إلى الوجوه الحاكمة للعراق من عام 2003 لحد الآن لم يتغير شيء. الأحزاب هي هي، وحتى في هذه الانتخابات هي نفس الأحزاب ونفس القوى، وتؤكد نفسها، وبالعكس انضافت إليها قوى جديدة ميليشياوية وأكثر شراهة للفساد والخراب، وأكثر يعني بعدا عن كل هدف وطني. فبالتالي أنت تقيس على ماذا؟ تقيس على تصرفاتهم السابقة، تقيس على أفعالهم، تقيس على الماضي، والماضي قريب. 18 سنة مرت وكنا عشنا هذه الفترة، فبالتالي تقيس عليها. على الأقل يعني دعني ربما أعطي أرقام ستوضح هذه القضية. في قضية يعني بعد عام 2014 عندما قالوا يعني أعددنا العدة لتحرير المدن التي تم الاستيلاء عليها من قبل داعش، وبدأت عمليات ما يسمى بتحرير المدن، دمرت هذه المدن. نعم، البنى التحتية يعني طبعا قتل في هذه المدن ما يزيد عن 100,000 مواطن عراقي بريء، بغض النظر عن القتلى، وهذا عدد كبير لا يتكلمون عنه. لكن نحن نتكلم مثلا يعني نفس هذه الأحزاب التي توعد بالإعمار والبناء ورؤية جديدة، البنى التحتية فقط لهذه المدن كلفتها الحقيقية، كلفتها على الأرض كانت تساوي 63 مليار دولار، كلفة البنى التحتية التي دمرت في هذه المدن، ما خصص لإعمار هذه المدن فيما بعد، بعد كل هذا الكذب والادعاءات والإعمار والبناء وسنعيد. من 63 مليار دولار البنى التحتية خصص 85 مليون دولار، وال85 مليون دولار أكثر من ثلاثة أرباعها نهبت للمقاولين وفرق الحزبية مالتهم. هذه القضية. الذي يريد أن يبني بلدا كبيرا، بلدا ناهضا، لديه وعود جديدة، ولذلك نقول نقيس على الماضي، يجب أن يكون قد خطط وبنى أرضية وبيئة مناسبة للبناء للإعمار. العراق بشهادة البنك الدولي لديه أكثر من 20% من العاطلين عن العمل، بمعنى 8 ملايين مواطن عاطل عن العمل في بلد هذه ثرواته، ليس فيه زراعة، ليس فيه صناعة، ليس فيه إلا مورد واحد هو النفط، يأتي النفط ويدخل عجلة الفساد والخراب والدمار. ونزيد الأمثلة أكثر، في عام 2019 آخر موازنة كانت المبلغ مالها 111 مليار دولار. أنت عندما تنظر إلى التخصيصات كيف خصصت هذه، ستكتشف أن هؤلاء نفس الوجوه، نفسهم الآن هم الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات، نفس هذه الذي وافقت على هذه الموازنة والتي أقرتها
وروجت للدنيا أنها يعني هذه فرصة لبناء العراق وازدهار العراق. خصصوا هم يقولون 75% 25% استثمارية فقط و 25% تشغيلية، 75% تشغيلية. أنت تنظر إلى 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 التخصيصات الصغيرة، تنظر إلى مثلا معالجة الفقر. العراق فيه يعني أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. لمعالجة الفقر الذي يبني بلدا والذي يوعد هذه الوعود عليه أن يكون قد أعد العدة وله رؤية للبناء للتنمية المستدامة. خصصوا مبلغ 6% من هذا من مبلغ الموازنة للفقر لمعالجة الفقر. خصصوا مبلغ 2.4% للصحة، وإحنا ليس لدينا يعني قطاع صحي منهار ولدينا كورونا بدأت ومنهارة. خصصوا 3.8% يعني 8% وفارزة 4.8% فارزة 8% للتربية والتعليم. لاحظوا نحن لدينا انهيار بالتعليم والتعليم العراقي خارج كل التصنيفات نعم. خصصوا في نفس الوقت 18% للدفاع. لاحظ ميليشيات وقوات أمنية وهذه التي تحمي السلطة. فبالتالي عندما تنظر إلى هذه الأرقام تقيس عليها فترى أن ليس هناك رؤية للبناء والإعمار وتحقيق الوعود. نعم. القضية هم يريدون أن يبنوا السلطة ويحافظوا على السلطة، أما الشعب فليذهب إلى الجحيم، يذهب إلى الخراب، فقر، أمراض، هروب، هجرة، لا يهم ذلك. فبالتالي كل هذه الوعود، أعود وأقول كل هذه الوعود التي تتكرر اليوم سمعناها منذ 2005 لحد الآن ولم يتحقق. وهذه نقطة مهمة. هاي نقطة مهمة. أشكرك دكتور. أستاذ ظافر الشمري أهلا وسهلا بك أولا. حياك الله. هذه الوعود الكبيرة كما أسلف دكتور رافع قبل ثواني سمعها الرئيف العام في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم في كل الدورات الانتخابية يجري حديث عن وعود كبيرة وصغيرة ستقدم إلى المجتمع. تنتهي الانتخابات والجماعة تقاسمون يعني السلطة مناصب ووزارات ثم تنتهي هذه الوعود. الآن الرأي العام في العراق عندما يسمع هذه الوعود الكبيرة تعتقد أنه ما زال يتعاطى معها بجدية كما كان الحقيقة كما كان يتعاطى قطاع عريض من الشعب معها في السنين الأولى من الاحتلال، الآن بعد هذه المرحلة لا زال يسمعها؟ شكرا عزيزي استاذ ماجد واهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام. انا بس قبل ما اجاوب السؤال عندي في التعليق على المقدمه مالتكم. نعم. اول شيء عدد الجرحى مو بالالاف، عدد الجرحى عشرات الالاف. نعم. وصل العدد الى 30,000. نعم. هذه وحده. اما هادي العامري وقيس الخزعلي واحنا اتباع الحسين، لا انتم مو اتباع الحسين، يعني الحسين ما مو هو راح وحارب على السلطه مثلي، لا يبايع مثل، يعني ما انتخب، لا انتخب والسلام. لا جاء قالوا له تعال انتخبك، قال لهم جيت شنو تردون وروحوا، فيما لا خلوني ارجع، ما خلوا ارجع. المهم هذه نعم. قصه طويله وبها جدال بس نعم. هذا على التعليق على المقدمه. اشكرك. بالنسبه للوعود انا دائما اتحدث واقول العراق الديره شبكات الجريمه المنظمه. اليوم انا قريت تقرير اخر تقرير بال 2021 لجلوبال اورجنايزد كرايمز اندكس، يعني المؤشر العالمي لشبكات الجريمه المنظمه. التقرير يضع العراق في المرتبة السابعة عالميا، طبعا بعد دول مثل الكونغو وإيران ويعني من هذه الدول التعبانة يضع في المرتبة السابعة، لكن يأتي العراق أولا، وهذه هي النقطة المهمة، يعني سجل 10 نقاط من 10 نقاط الاندكس لشبكات الجريمة يقول embedded، يعني التي المتغلغلة في القطاع الحكومي، المتغلغلة في القطاع الحكومي، يعني الستيت فاكتور اللي هو العامل الحكومي.
هذه شبكات الجريمة المنظمة مثل ما تفضل الدكتور رافع متغلغلة في كل المؤسسات، يديرها أصحاب الأحزاب الكبيرة اللي هم يسموهم الكتل الكبيرة اللي صار لهم 18 سنة يديرون البلد. هذه الشبكة تحميها الميليشيات، يعني العقود، المناقصات، الإدارة، الأموال، البنوك، كل هذه هي بيدهم. اليوم هم وعودهم يعني راح نسوي لكم خدمات، مثل المثل يقول، بس احنا ما نريد نستخدم هذا المثل، يعني اطعم جحا من لحم ثوره، اني ابوقك وبعدين انطيك غرفه نوم، اني ابوق ملايين وانطيك غرفه نوم، ابوق مليارات دولارات وانطيك غرفه نوم كم مليار. الحقيقه القانون الانتخابي اللي سووه حتى يقنعون الناس هو قانون انتخابي مناطقي عشائري، يصلح ان يكون الانتخابات بلديه لانه راح يعزز الطائفيه ويعزز الخطاب الطائفي. بالنسبه للشيعة او بالنسبه للسنه اللي هم القيادات، شلون يحرض هذا الشخص؟ يقول له الشيطان راح يجيك منك، وهذاك يقول له الشيطان راح يجيك منك، لكن هم بالحقيقه مؤشر مستوى الفقر عالميا يقول المحافظات العراقيه خاصه في مناطق اللي حرضوهم، يعني اللي جابوهم وسووا من عندهم ميليشيات، هذول يصل مستوى خط الفقر الى 45 تحت مستوى خط الفقر، يعني مستوى يعني نسبه الفقر 45% تحت منهم، تحت مستوى خط الفقر. هذا من جوعه راح يترك له شيء، يعني بالانتخابات شنو شيء يجي يقول له؟ يقول له راح ابني لك دوله؟ الدوله تبنى بالتشريعات والقوانين، تبنى بجيش عقيدته وطنيه. احنا نشوف الجيش مخترق من الميليشيات، ظهرت فيديوهات يمكن البارحه واليوم تشوفون بالتصويت الخاص انه معظم الموجودين اللي راحوا ينتخبون كلهم ينتمون الى ميليشيات. هذا ومثل ما قال الفياض يقول اذا تعارضت قرارات الدوله مع قرارات مرجعي، طبعا هو مرجع خامنائي، اذا انا راح استقيل، ويستقيل او هي معناها الاستقاله شنو؟ معناها انه انا ما راح ابقى ويا الدوله، معناها انا راح اكون مع الولي الايراني، راح انفذ استراتيجيه الولي الايراني في الدوله في المنطقه. هذا هو معناها انتخابات وعود كاذبه. ما يعني شنو اللي صار؟ اشكرك استاذ ظافر. ولذلك واحده من الحجج التي يقدمها انصار المشاركه المكثفه في الانتخابات أن هذه ما سميتها أنت شبكات الجريمة المنظمة المتغلغلة في القطاع العام الحكومي والتي تهيمن وتسيطر على الدولة بكل مفاصلها، كيف يمكن إزاحتها؟ تزاح عن طريق الدفع بكتل أو بتيارات شبابية جديدة ليست من الوجوه القديمة، الحرس القديم الذي جاء مع الأمريكيين عام 2003، فحتى يدفعون خارج هذا الإطار يزاحون لابد من المشاركة للإتيان بوجوه جديدة. عزيزي المشاركة أولا، يعني إحنا لازم نعرف فد مسألة، أنا عندي اطلاع واسع على كيفية الانقسامات اللي تسويها الأحزاب الكبيرة والمتضادات من أجل جمع المتضادين، يعني إن واحد ما يريد المجلس الأعلى يروح يصار مواطن، ما يريد مواطن صار حكمة، ما يريد وبقى مواطن وحكمة وتفرع، لكن بالنتيجة كلها الاستراتيجية وحدة، القرار واحد، هم سبعة هم ذول اللي يقررون بالنسبة للشيعة وخمسة بالنسبة للسنة واثنين بالنسبة للأكراد وهكذا. الكتل الكبيرة القرار بيدهم، الإزاحة أنا أريد أزيح، أنا تحدثت ويا مرشحين شباب اقول له انت جيت تقول اني مدني وصار لك 4 سنين 5 سنين 6 سنين 10 سنين تقول اني مدني واريد اغير، اليوم انت مرشح للانتخابات، مرشح ضمن احزاب اسلاميه، ليش؟ يقول لي حتى اوصل وبعدين اغير. لا عزيزي انت ما راح تقدر تغير، الاقوى من عندك، نعم، الاقوى من عندك حاربوه، الاقوى من عندك ضربوه، انت بعدين لا رجل سياسه ولا مشتغل تنظيميا ولا مشتغل سياسيا وكل خبرتك انت
في مجال عملك هذا، إذا أنت كنت أصلاً مشتغل في مجال عملك، يعني نسبة البطالة بالعراق يمكن ذكرها الأخ الدكتور رافع، نسبة بطالة عالية. إحنا نريد طلاب الجامعات من يروح ينتخب يتأكد هذا اللي دا يطرح نفسه اليوم هو مستقل أو هو تيار شبابي جديد، هذا مين إجا؟ شلون هو عاطل عن العمل؟ البارحة كان جوعان، البارحة كان ما عنده شيء، اليوم صار عنده ملايين يسوي مؤتمرات وقاعات وحفلات وبرامج. يعني هي مو مسألة هينة، مو مسألة هينة أنه أنت، يعني أنا يرد أشوف هاي مسألة الصرف، ما حد يفكر بيها شلون يعني دا يصرف، مين دا يجيبون، مين دا يصرفون. المشكلة أنه أكو ضغط على الناس، تهديد، يعني بالنسبة للحشد السني، الميليشيا السنية أو الميليشيا الشيعية، هناك ضغط بدفعهم إلى الانتخابات، بتهديدهم بأنه لازم يروحون ينتخبون، تهديده في عمله. زين هذا شي يسوي؟ هو ما عنده غير ذني 600,000. أشكرك صدف، خلينا بس اسمح لي نكمل إن شاء الله بعد الفاصل، وقبل ما نروح الفاصل لأن تأخرنا على ضيفنا من عمان دكتور ثامر. دكتور ثامر مرحبا بك. حياكم الله في الكريم. دكتور ثامر، عندما يتذرع أو يتحجج شركاء العملية السياسية كما قال هذا العامري أنهم لم يسمحوا لنا، طبعا ولم يسمي، ما حدد منهم، بتقديم الخدمات إلى محافظة ميسان والبصرة والسماوة وما لذلك لأننا أتباع الحسين، هذه حجة للفشل مقنعة مقبولة متفهمة أنه المتآمرون حالوا دون تقديم الخدمات للعراق؟ حقيقة هذه كذبة وهي لن تنطلع على الشعب العراقي، لأنه منذ 2003 وإلى اليوم العراق يسير وبقوة نحو قعر الهاوية، وكل الحكومات والأحزاب التي تسلطت على العراق هي جرته إلى مستنقع الخراب والدمار. فتدمير العراق أمنيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا وثقافيا، كل هذا شارك فيه من شارك في العملية السياسية من 2003 وإلى يومنا هذا، فهم متسببون هم بدمار العراق، ويحاولون إلقاء أسباب الفشل على الآخرين، مر على إسرائيل، مر على أمريكا، مر على الإرهاب، مر على الأرجنتين. أما هذا العامري فحاول أن يلقيها مرة على السنة ومرة على الغرب، فهي اتهامات ساذجة لا قيمة لها، ولكنهم يحاولون أن يبعدوا الناس عن الحقيقة. والحقيقة أن هذه الأحزاب وهذه الكتل وهذه الميليشيات هي جاءت مع المحتل ولديها مشروع تدمير العراق. أمريكا وإسرائيل وإيران كلهم دمروا العراق ودمروها بأدواتهم، ومنها منظمة بدر وميليشيا حشد الشعبي وأيضا ميليشيات الأخرى. نعم. فمن غير المعقول أن يتصور عاقل أن من دمر العراق يريد أن يصلحه. هؤلاء هم جاءوا مع المحتل لتدمير العراق، الآن يتهمون أدوات خارجية بتدمير العراق. فإذا الحكومات منذ أن فرضت على العراق منذ 2005 تمتلك مقومات كثيرة لأسباب النجاح، ولكنها فاشلة، لأنهم بالأصل هم مؤدلجون في إدارة البلد، لن يأتي منهم خير. هم يريدون أن يقدموا خدمات لمن جاء بهم، لمن سلطهم، لمن جعلهم يسيطرون على خيرات البلاد. فمثلا إذا أتينا على التيار الصدري على سبيل المثال، يقول أن إسرائيل في تصريح سابق منعت تطوير مدينة الصدر، وهذا العامري يقول لم يسمحوا لنا بخدمات تقديم خدمات لهذه المحافظات. أولاً أمريكا وإسرائيل ودول العالم كلها تدعم هذه الميليشيات، كلها تدعم هذه الحكومات، والشواهد كثيرة. الطائرات الأمريكية كانت تحمل ميليشيات عندما تعبد لها الطرق أمام اكتساح المدن وتدميرها وخرابها، وقد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ومن يحظى بدعم استمرار دعم هذه الجرائم؟ أمريكا. الكونغرس الأمريكي يدعم منظمة بدر ملايين الدولارات سنوياً. نعم. التستر على جرائم الإبادة في العراق لميليشيات جيش المهدي وسرايا السلام والحشد الشعبي، أليس هذا دعماً؟ الدعم الاقتصادي الدولي وتحديداً الأمريكي الذي لولاه لأصبح الدينار العراقي والاقتصاد العراقي ينافس التومان الإيراني في الانهيار، كل هذا الدعم، ويأتي ويصرحون أن أسباب الفشل هي خارجية، ويتناسون أن الدعم السياسي واستمرارهم في السلطة
لا يمكن أن يكون لولا الدعم الخارجي. فلو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن هناك أمور دعتهم أو كانت متسببة في الفشل، فإذا ألا يستوجب ذلك بعد مرور 17 عام على استلام السلطة والسيطرة كاملة على السلطة، ألا يستوجب اعترافهم بأنهم فشلوا؟ وهذا نقطة مهمة دكتور. أشكرك، أنت وصلتنا إلى نقطة مهمة، وأنا كنت ناوي أسأل عنها دكتور ظافر، العفو دكتور رافع الفلاحي، لكن الفاصل داهمنا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن الوعود الكبيرة في المواسم الانتخابية التي يقدمها شركاء العملية السياسية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الوعود الكبيرة لأقطاب العملية السياسية في المواسم الانتخابية. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري ودكتور ثامر العلواني. دكتور رافع، على ذكر اعتراف العامري وشركاء في العملية السياسية أن يعني هناك من عرقل عملهم أو جهودهم أو خططهم في التنمية والبناء وما إلى ذلك، والحقيقة هناك اعترافات من بعض من شركاء العملية السياسية بالفشل والإخفاق، والعامري نفسه كان قال أقدم اعتذاري للشعب العراقي وما إلى ذلك. لذلك هناك كأنه في لغة الاعتذارات أو هذا النوع من الخطاب المختلف كأنه وقفة مع النفس، مراجعة، إعادة نظر في المرحلة السابقة، ولذلك المرحلة القادمة مرة ثانية ستكون مختلفة، لأن هناك اعتراف بالفشل، وبالتالي كأنه من اعترف بالفشل يريد أن لا يستمر في الفشل، يريد أن ينجح. أستاذ ماجد، الحقيقة فيه اعتراف بالتضليل، يعني ومحاولة لتوضيح التضليل. يعني أنت كمراقب، كمواطن عادي، تفهم من حديث هادي العامري وغيره محاولة للتضليل ليس أكثر، محاولة تسويق نفسهم لإعادة إعادة تدوير هذه النفايات مثل ما نقول دائما مرة أخرى. لأنه أنت طوال هذه الفترة على الأقل هم يقولون هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها. بماذا تختلف؟ نعم. ليس فيها شعارات، لن نسمح بالطائفية، لن نسمح بالشعارات الطائفية. طيب، أنت تأتي على نموذج من هذه النماذج، وهو خطاب هادي العامري هذا الذي يقول أنه منعونا نحن أتباع الحسين من تأدية الخدمات لهذه الجسمة وما قدمناها، وأنا أعتذر منكم، ومثل ما منعوا الإمام علي سابقا، والإمام علي والإمام الحسين براء منهم، هذه حقيقة. وسأقول لماذا. عندما يقول هذا الموضوع هناك يعني قضيتين يتحدث عنها، إما يتحدث بلغة طائفية ويتهم السنة شركائهم في الوطن مثل ما يقولون بأنهم هم من منعوا، لأن عندما يأتي بذكر الإمام علي وهذه القصة الطويلة اللي يعني مل الشعب العراقي من سماعها، هذه القصة الذي يشترونها دائما، فإذا يتهمون ناس معينين مثل ما اتهم قيس الخزعلي، قال ذاهبون الموصل لمحاربة قتلة الإمام حسين، أهل الموصل قتلة الإمام حسين، أحفاد قتلة الحسين، أحفاد. فبهذا الشكل، فأما أن يكون حديثا طائفيا، وعلى الحكومة أن تحاسب العامري وتسحبه من ياخته إلى السجن إلى المحكمة لكي تحاسبه، لأنه أو تخرجه من الانتخابات لأنه خطاب طائفي، لا يسمح بالخطاب الطائفي. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى، إذا كان يقصد الغرب فكيف للغرب هذا الذي جاء به؟ هو يقصد الغرب دكتور، واضح. إذا كان يقصد الغرب، أمريكا وبريطانيا والصهيونية أمريكا وبريطانيا والصهيونية هم من جاءوا بهم إلى السلطة. يعني من جاء بهم إلى السلطة، ما هم يعترفون، وسموها جيش التحرير. نعم. وهم من شكلوا لهم العملية السياسية، وهم من كتبوا لهم الدستور، وهم من أجلسوهم على الكراسي، والدعم مستمر من ذلك الوقت لحد الآن. ذكر جزء من عند الدكتور ثامر الآن، تحدث عن الميليشيات كيف كانت تحميهم،
وأنا أقول لك آخر موقف قبل يومين ولم يحدث في العالم هذا كله، 12 وزير خارجية برئاسة الولايات المتحدة، وزير خارجية الاتحاد، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعه 11 وزير آخر، 12 وزير بالعالم من دول أوروبية تؤيد هذه الانتخابات، تؤيد وجود هذا النظام وهذا، وهذه الانتخابات هم يعرفون والكل تعرف وسفراءهم يعرفون وكل الدول تعرف، نفس الأحزاب نفس الوجوه نفس القوى. بدليل هذه، هادي العامري من عام 2003 لحد الآن، ونور المالكي من 2003 لحد الآن، ومقتدى الصدر وعمار الحكيم، ونفس الوجوه ونفس التصرفات ونفس الرؤى. إذن هم يدعمون هذا النموذج الأمريكي الذي يخرب العراق، فكيف تشتم هذا النموذج وتقول إنهم منعوكم؟ نعم. الذين يمنعوكم كان من المفروض، لأنه أنتم أتباع الحسين وأنتم على حق، كان المفروض ما يجيبوكم لسدة الحكم. هم جابوكم لسدة الحكم لأنه فساد وخراب ودمار، والمطلوب أن العراق يخسر كل شيء والعراق يصبح دولة ضعيفة، وهو هذا المقصود. ولو كانوا فعلا أتباع الحسين لما جاءوا بهم، لما جاءوا حقا بهم. هذا واقع الآن. فبالتالي هذه كذبة مردودة وغير طبيعية وغير منطقية ولا يمكن قبولها. وبالتالي أنت تنظر إلى كل هذه الوعود، وعود يعني دكتور، هذا الاعتراف بالفشل، الإقرار بالفشل، ألا ترى أنه وقفة مع النفس للمراجعة ومغادرة تجربة المرحلة السابقة؟ أبداً. أدوات التخريب لا يمكن أن تكون أدوات بناء. هؤلاء أحزابهم باطلة، عمل الآن يعترفون، هم يعترفون الآن في هذه الانتخابات، يقولون أن كل الانتخابات السابقة جرت فيها عمليات تزوير. نعم. وغش وخداع. نعم. إذن كل العمليات الانتخابية التي جرت من عام 2005 على يعني من أول انتخابات لحد انتخابات 2018 هي عمليات غش وتزوير، هم الآن يعترفون. إذن أنتجت حكومات وبرلمانات غير شرعية، هذا منطقهم، هم اللي يقولون. إذن ما أنتج غير شرعي هو الآن الذي يهيئ الأرضية لبناء انتخابات جديدة، يعني باطل على باطل متراكم. ما هو هذا الباطل؟ نعم. هذا البناء التراكمي من الباطل. نعم. أنتج هذه العملية الانتخابية اللي يسموها انتخابية مبكرة، وهي ليست مبكرة، يعني باقي 5 أشهر لموعدها الأصلي. نعم مضى. والحقيقة فبالتالي أنت لا يمكن أن تتحدث عن أنه هي وقفة وضميرهم يعني أنبهم والآن يرون الشعب العراقي. لا، هذه محاولة للتضليل ومحاولة لاستدرار العطف، وهذه فعلوها بكل الانتخابات. نفس الكلام، نفس الحديث بال 2018 2014 2010 2005 كانوا يتحدثون بنفس القضية، أنه اسمحوا لنا بس إحنا راح نبقي لكم. وبالتالي يزداد العراق خرابا بعد خراب، والفساد يكبر، وهذه مؤسسة الفساد الآن. واضح. أكبر مؤسسة موجودة عندنا. نعم. أستاذ ظافر الشمري، يعني في المرحلة السابقة توافرت للحكومات المتعاقبة الحقيقة أموال طائلة، موازنات انفجارية، لكن مع ذلك كان الفساد والخراب وانهيار الخدمات والبنى التحتية هو العلامة الفارقة في العراق الجديد. الآن يسمع الرأي العام عن وعود كبيرة بالازدهار، بتجاوز الأزمة الاقتصادية، بالبناء، بناء البنى التحتية، تعليم، صحة وما إلى ذلك. كيف يمكن للقوى السياسية، لشركاء العملية السياسية، للحكومات المتعاقبة أن تترجم هذه الوعود الكبيرة عمليا في ظل هذا الإفلاس المالي وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ لا يمكن، يعني هذه مسألة خداع واضح. يعني الأموال الطائلة لم تصرف على البناء، وما لها علاقة لا إسرائيل ولا حتى أمريكا أنهم منعوهم، لأن الأموال يعني أول ما إجى المالكي دعا كل حزب الدعوة وبدر وكلهم تعالوا، هاي رتب عقيد وعميد، وهاك هاي رواتب مجاهد ومخصصات وامتيازات، والبرلمان منح نفسه. يعني أنت لو بس تحصر هذه الأموال يمكن اليوم نقدر نعيد بها بناء العراق، لو بس نوقفها. يعني دكتور رافع قال لازم الحكومة تجر العامري من ياخته، وهي الحكومة منهم، وهو العامري الحكومة، ومن الحكومة هو اللي قال آني احنا اللي نضغط على القانون، الوحيد اللي قال نعلق بالتحرير وبالقانون هو فاق الشيخ علي. وبالنتيجة شنو فاق الشيخ علي؟ طرد من البرلمان، رفعت الحصانة، صار له سنتين، ويعني اجى امر بتصفيته، انتهى، لذلك ترك العراق وراح. يعني هذا الشخص وحيد تحدث بهذه القوة. نعم. أما من الذي سيأتي بالعامري وغيره؟ الجنوب، أو يعني إحنا عندنا هسه إحنا نخاطب
فقد جمهور السنة ما راح ينتخب هذا العامري وقيس الخزعلي والفيار أو جمهور الشيعة ما راح ينتخب الحلبوسي أو الخنجر أو غيره، يعني ما راح ذولا ما راح ينتخبون ذولا، ذولا ما راح ينتخبون ذولا. بالنتيجة كل واحد، إحنا خطابنا موجه للجميع، الجميع أنتوا تعرفون كل من وعدوكم سواء النازحين أو المهجرين أو الجرائم اللي ارتكبت في صلاح الدين أو في الأنبار أو في الموصل أو في كركوك. نتيجة شنو؟ كل واحد يقول لك أنت تريد تقاطع، يعني أنا سئلت هذا السؤال، أنت تريد تقاطع الانتخابات، شنو الحل؟ الحل مو هي الانتخابات، الانتخابات إحنا نريدها لكن وفق شروط تكون مضمونة. أولا أنت فكك شبكات الجريمة المنظمة، هذول اللي اعترفوا على نفسهم هم اللي قالوا احنا فشلنا. ماكو واحد بيهم قال لي، مالكي قال انا فشلت وحنالفت، لا قالت انا استحق الاعدام بالساحات اتعلق وهادي العامري وكلهم. يعني هسه احنا من نجي وحتى جماعه اللي المرشحين سواء بصلاح الدين او بالموصل او شنو اللي سووا، راحوا تقاسموا الغنائم وقعدوا كل واحد مرتب الى نفسه والاهله. وهذا الحل هو تفكيك شبكات الجريمه المنظمه. اذا ما نلزم الروس الكبار ما يصير، لازم نحاسب قتله المتظاهرين. نعم. اللي والناشطين اللي وصلوا للالف، لازم نحاسب اللي اصابوا 30,000 شخص، لازم نحاسب هاي الخليه اللي كان تدير عمليات القتل وسموها طرف ثالث، هو ماكو طرف ثالث. الحل انه تقام الانتخابات بعيدا عن المال السياسي، عن المال السياسي وعن السلاح. المال السياسي موجود والسلاح موجود والميليشيات موجودة والترهيب والترغيب. المواطن العادي تعبان، يعني لا يثق ما عنده ثقة. أنا أتحدث يومية ويا الناس من كل المحافظات، سواء بالرمادي بالموصل بالديوانية بالنجف بالبصرة بالناصرية، الكل ما مقتنعين بهم والكل يعتقدون أنهم كذابين. وبالتالي شفنا إحنا اللي صار بالناصرية، الناصرية اللي صار بيها والقتل اللي صار بيها والثورة اللي صارت بيها، يعني نقطة مضيئة في تاريخ العراق لرفض الظلم ورفض الكذب. لكن هم بيش يعيدون؟ هو يقول لك أنا أصلح لك، أنت أخذ خدمات بس أنا راح أبقى بالسلطة، السلطة أنا أديرها، لأنه ما أسمح لك أنت تعرض الأمن القومي الإيراني للخطر، ما أسمح لك تغير شخص، تغير فلان. القرار نعم. الأخير سياسيا وعسكريا وأمنيا لازم يكون بيدنا. مستحيل نسمح لكم يلي جايين نعم. تنتخبون أنه هذه هي الحقيقة اللي كثير ما يشوفوها. لكن المواطن العادي البسيط، أكد لك المواطن العادي البسيط اللي بالشورجة واللي بالنهضة واللي بالعلاوي واللي بالأعظمية كله يعرف أنه هذا الكلام وهذا الوعود كلها كذب، ماكو ثقة. الإنسان العراقي تعب، يريد يغير. واضح. لكن شلون يغير؟ يقاطع، ينتخب. هو هنا السؤال، احنا نقول ننتخب لكن وفق انتخابات مو عشائرية مو مناطقية. نعم. مو طائفية. الطائفية راح تبقى والمحاصصة راح تبقى، اللي راح يبقون نواب شيعة ونواب سنة ونواب كرد، مو رجال دولة. ما راح انتخب أنا. ونفس انتخب الحلقة مستمرة تستمر مستمرة من 2003. أشكرك أستاذ ظافر، واضح جدا. نعم. دكتور ثامر العلواني، ما دام الجماعة يقولون أننا أتباع يعني الحسين، أتباع آل البيت، أتباع البيت يعني الصدق النزاهة الإخلاص، لماذا لم توفر أو توجه عفوا هذه الموازنات المليارية الانفجارية التي توفرت في السنين السابقة في العراق لجعل العراق على الأقل مثل جيرانه، لا نقول في مصاف الدول المتقدمة والمحترمة، على الأقل مثل جيرانه وجيرانه الفقراء على الأقل، لماذا لم يوجه قسم من هذه الموازنة، قسم بسيط؟ طبعا أنا يعني أجعل ملاحظة على أنهم أتباع الحسين كما ذكر دكتور. طبعا هم يقولون هم يقولون نعم تمام. الأمر واضح طبعا جدا، أنهم
كما قلنا سابقا أنهم لم يأتوا لخدمة الشعب العراقي، والكل يعلم أن الانتخابات سواء انتخبوا نصف الشعب العراقي، ثلث الشعب العراقي، ربع الشعب العراقي، كل الشعب العراقي، الانتخابات ستسفر عن حكومة معلوم قبل كل شيء من أين ستتكون هذه الحكومة. ستكون من حكومة بين قوسين شيعية، وهذا المتفق عليه، وهذا يجعلنا يعني ننظر أو نعيد النظر في مسألة هالانتخابات والوعود التي يطلقونها المرشحون في الانتخابات، خصوصا المناطق السنية، لأنهم وعود المرشحين كلها كاذبة، لأننا نعلم أن هؤلاء سيدخلون البرلمان، والبرلمان هو تشريعي وليس تنفيذي، وأن الحكومة هي تنفيذية. أرجع إلى سؤال، في الحقيقة أنهم لا يقدمون شيء للعراقيين في ظل موازنات انفجارية تتعدى 100 مليار دولار سنويا. الحقيقة أنهم كما قلت سالفا هم جاءوا من أجل تدمير العراق، لأنهم يدينون بالولاء لإيران، وهذا معلوم للكل، وتصريحات السياسيين والمتسلطين جميعا في هذا الإطار يدينون بالولاء لإيران التي تدعم بقوة انتشار الفساد ومشروع تدمير العراق، وتدمير العراق يجعل العراق ضعيفا أمام النفوذ الإيراني، وبالنتيجة هو ترسيخ الاحتلال الإيراني من خلال استمرار الأحزاب والميليشيات في السلطة. ومع أن الإمكانيات متوفرة للحكومة وأحزابها، هم لو أرادوا الخير للعراق والشعب العراقي لوفروا كل الإمكانيات لذلك، ولكن لو نظرنا إلى ماذا فعلوا هؤلاء لنجد أنهم فعلوا كوارث على مستوى الكفاءات العلمية. الأموال متوفرة وثروات العراق متوفرة، ولكنها كلها تذهب إلى جيوبهم ثم إلى إيران ثم إلى المصالح الإيرانية. على مستوى الكفاءات العلمية والمهنية في العراق، العراق كان يزخر بهذه الكفاءات، ولكن هذه الكفاءات استهدفت بعد الاحتلال بشكل كبير جدا من قبل هذه الأحزاب التي تدعي أن الآخرين لم يسمحوا لها بأن يخلصوا العراق وأن ينشروا الخدمات في العراق، بينما هي من قتلت هذه الكفاءة العراقية، وهي من هجرت هذه الكفاءة العراقية، ويحاولون الآن تعليق فشلهم على الآخرين. القطاع الصحي منذ 2004 هو بيد سلطة التيار الصدري، ورغم سيطرته المطلقة على هذا القطاع إلا أن الصحة العراقية في انهيار مستمر، فلا مستشفيات، لا كوادر، لا إدارة، لا صحة، القطاع الصحي منهار تماما، والعراقيون يذهبون الآن إلى الخارج من أجل أن إجراء عمليات بسيطة من أجل مراجعات مشاكل صحية. إعمار المدن المنكوبة يصرحون ليل نهار على أنهم يريدون إعمارها، وهم من تسببوا بخرابها. القطاع الزراعي في العراق، العراق كان يسمى بالسواد، أرض السواد، لأنه تربته صالحة للزراعة وخيراته كثيرة. الآن العراق يستورد أبسط مكونات الخضروات من أجل ماذا؟ من أجل أن ينفعوا إيران. فإذا هم مستمرون في تدمير القطاع الزراعي، القطاع الزراعي والصحي وكل شيء، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمروا بانهيار العراق من أجل خدمة لإيران. فلا يمكن أن نصدق كلامهم وكذبهم من أنهم يسعون من أجل توفير الخدمات العراق، وبالتالي هم يدمرون كل العراق بكل مفاصله. أشكرك دكتور رافع. يعني هل ثمت شيء يعني ولو بحدود الدنيا إيجابي في العراق الآن مختلف، حتى يقال أن هذه الانتخابات القادمة وما ومخرجاتها برلمان وحكومة قد تصلح ما أفسد في العراق منذ عام 2003؟ يعني حتى من يقول بهذا الكلام، هل لديه في يديه ما يقنع الرأي العام بهذا الأمر أن هناك شيء مختلف بالعراق الآن، شيء من الإيجابية فنبني عليه لنقدم واقعا مختلفا في المرحلة القادمة؟ أستاذ ماجد، مثل ما قال الأستاذ ظافر قبل قليل كان يتحدث، قال إحنا مع الانتخابات وكل العراقيين يريدون الانتخابات، وكل كل البشر يعني يختارون بالانتخابات، لكن في أي ظروف؟ وتكلم عنها، بيئة مناسبة، سلاح غير منفلت، الدولة، أكو مشروع وطني، أكو قوى، أكو احترام للبشر، قانون فوق الجميع، محاسبة الفاسدين، القتلة، ظلمها علينا بالعراق. لا، هي الحقيقة. فبالتالي أنت
تذهب إلى الانتخابات في ظل هذا الوضع، وهذا في العالم كله موجود. لذلك الانتخابات في كل الدنيا تحدث إما أن يكون هناك نموذج جيد والشعب يختار إلى أن يقف مع هذا النموذج لتطويره ودفعه إلى الأمام أو لتغييره، فلذلك الانتخابات مبررة وطبيعية. أما نحن هو النموذج موجود، نموذج فساد وخراب ودمار، ونفس الأحزاب ونفس القوى هي التي اشتركت بتدمير العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هي من ترشح نفسها وهي تمتلك المال، تمتلك السلاح، تمتلك السلطة. 18 سنة كبرت، نضجت سياسية، عقلت، نضجت في قدرتها على الفساد والنهب والسرقة الحقيقة والقتل والقدرة على التضليل، لم تنضج باتجاه البناء والفكر، فكر البناء وبناء الدولة، والدليل هذا واضح. يعني خذ كل القوائم الدولية عن العراق ستجد أن العراق دولة فاشلة، دولة هشة مثل ما يقولون، دولة فاسدة، دولة عصابة جريمة منظمة، وبالتالي هذا الوضع. أريد أن أقول أن النموذج الآن خلال الأيام الماضية كان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يقدم نماذج لكي يشجع الناس على أنه هناك أمل بالتغيير. ماذا كان يتحدث؟ كان أهم نقطة يتحدث عنها بغض النظر عن الانتخابات، كان يتحدث مثلاً بشكل عملي، نحن وزعنا أراضي على الناس، وزعنا ما أدري، يتحدث عن مئات الآلاف من القطع الأراضي للناس، ويعتبر هذه إنجازاً كبيراً. هذه في الحقيقة هذه خيبة، هذه دمار. باختصار دكتور عندنا دقيقتين، نعم، خلي هذه دمار. هذه مثل عبد الكريم قاسم من جاءوا بنا مدينة الثورة وجاب الناس قعدهم بدل ما يرجعهم الأراضي الزراعية ويدعم الزراعة ويدعمهم ويوفر لهم، بنا مدينة تعبانة ولحد الآن العراق يعاني منها، لا يعرفون ماذا يفعلون بها. هذه الحقيقة. نفس الشيء، أنت توزع أراضي وأنت لم تهيئ الأرضية الكاملة لبنى تحتية، لا مياه، لا كهرباء، لا مجاري. الآن أنت تعرف 30% فقط من مساكن العراق فيها تصريف مياه ثقيلة، و 70% بلا تصريف مياه ثقيلة، 60% فقط من مساكن العراق يأتيها الماء الإسالة وهو غير نقي، والباقي والكهرباء تعرف أنت يعني صرفوا عليها أكثر من 100 مليار وهي لا توفر إلا جزء يسير جدا جدا، والانقطاعات مستمرة. طيب أنت توزع الأراضي في كل مكان وتعتبرها إنجازا، ما هذه موظف بالطابو، أنطي موظف صغير قل له وزع هذه الأراضي وزع لك مئات الملايين من قطع الأراضي، العراق كبير وصحراء ووزع للعالم، والتالي أنت وتعطي سلفة يبنيها ويبنيها شلون يقعد بيها، لا مجاري، لا مياه، لا كهرباء، لا بنى تحتية، لا طرق، لا مستشفيات، لا مدارس، لا كل شيء. فأنت تضحك على الناس بهذه الطريقة، أنت واضح تسكنهم. فبالتالي هذه النماذج اللي قدموا، هذا أعلى نموذج يقدموا، هذا الوعود الذي يقدمونها، فكيف بالباقي الوعود؟ لذلك لا أقول، يعني اللي أقوله أنه الانتخابات هذه ليست يعني مبكرة، هذه انتخابات مكررة لنفس الوجوه، نفس الخراب، نفس الدمار، محاولة لتثبيت العملية السياسية والخروج من مأزق وضعتهم به ثورة تثبيت العملية السياسية. أشكرك أستاذ ظافر. هل تعتقد أن هذه الانتخابات ومخرجاتها قد تكون منعشة للعملية السياسية، تعيد تسويقها مرة ثانية للرأي العام في العراق إذا ما ترجم جزء من هذه الوعود الكبيرة التي تقدم الآن ويسمع بها الرأي العام، أم ربما ما بعد هذه الانتخابات كما يقول الكثير أنها الرصاصة الأخيرة في رأس هذه العملية السياسية؟ يعني أنا أوجه رسالة إلى جمهور المكون السني. نعم. يعني أنتوا ليش بعدكم مصرين على انتخاب من تعاون مع إيران ومن تعاون مع الميليشيات؟ لماذا لا يعني أنا كتبت تغريدة، لماذا لا يعني تزالون لحد هذا اليوم تدعمون أناس باعوكم؟ يعني الفصائل المسلحة في الحشد، الفصائل السنية المسلحة في الحشد، أنتوا حاربتوا داعش وحررتوا مدنكم، يكافي. يعني ليش انت منو اللي تفضل عليك؟ تفضل عليك الايراني حتى تحرر المدن مالتك او تعمر بلا يعني تعمر المدن مالتك؟ ليش انت بعدك متمسك بنفس الوجوه؟ ليش لا تزال اللي يعني المناصب اللي يشتروها والاموال اللي يوزعوها هي بس هذه؟ انت ما تريد تتحرر؟ يعني انت ما تريد تخلص من هذا القيد اللي 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 مقيد ايديك ورجليك ومخليك تابع؟ كافي عاد، لا تنتخبوهم. هاي رسالتي الى جمهور
السنة. جمهور الشيعة عرفوا ويعرفون الكذب ويعرفون الدجل. هل هناك تغيير؟ هل هناك أمل؟ لا، أنا بالنسبة لي لا أعتقد أن هناك أمل، لأن كل الذين سيصلون حتى لو كان شباب نصهم اشترتهم الأحزاب، والنصف الآخر سيجدون أنفسهم ضائعين تائهين، وبالتالي سيتم احتوائهم مقابل مناصب وفلوس وستنتهي المسألة. أشكرك الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الأمن القومي مكافحة الإرهاب، ضيفنا من أستراليا في مدينة سيدني عبر السكايب. وأيضا أشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. وأشكر المشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.